كل يعلم وكل مراقب يعلم أن التيار الصدري هو ثابت. نعم. جمهور مطيع، جمهور ملتزم، يأتمر بأوامر قائده. السيد لا يراهن على تياره في هذه الدعوة، يراهن على جميع الأطياف الأخرى، شيوخ العشائر راهن عليهم ونجح نوعا ما، يراهن على الأطراف الوطنية والجهات الوطنية راهن على تشرين وهناك نجاح نسبي. في حال لو هب الشعب العراقي كله ولبى دعوة السيد مقتدى الصدر، لا أعتقد أن أي تهديد سينفع ولا أي محاولة من بقية الأحزاب أو الجهات الأخرى أن تعكر صفو الأمن العراقي والأمن السلمي والسلم الأهلي، أعتقد لا تنجح بوجود جماهير عارمة وتوجه وطني، خصوصا مع توجه المرجعية، خصوصا على أقل تقدير القدر المتيقن أن المرجعية إلى الآن تراقب عن كثب، لم تتدخل رسميا أو على العلانية. نعم. مع العلم أكو تدخلات ربما رسائل ترسلها بين الحين والآخر. إذن لا ينفع التهديد في مثل هذه الأمور، لا تنفع السلطة في مثل هذه الأمور، لا تنفع القوة التي قد يلوح بها البعض لإنهاء هذه الثورة كما لوحوا بها في تشرين. أعتقد أن الآن الفرصة مؤاتية للتغيير، واختار السيد مقتدى الصدر وقتا. نعم. ملائما، مكانا ملائما، أيام محرم لما تحمله من روح الثورة وروح الرفض وروح الانتفاض والتضحية والإيثار، كل هذه تلك المعاني اختارها. نعم. بدقة اختارها، وربما هو توفيقات لا نستبعد ذلك. أعتقد أن خطابه اليوم كان خطاب عاشورائي بامتياز، يلمح إلى حدوث ثورة كبيرة، إلى اجتماع شعبي كامل، لعل وعسى ينجح في تغيير شيء مما يعانيه العراق طيلة 18 أو 19 السنة الماضية.